نشوف رسالة أخرى. هذه الرسالة أكيد ستحبها جدا. نعم، زميلتنا زهيدة ثابت نرجولها تحية، طبعا زميلتنا وصحفية قديرة. السلام عليكم شيخنا، هو يعرف بزاف بلي انا نحترمه بزاف شيخ شمس الدين، ونعرفه يعني منذ سنوات، منذ ان كانت عنده شمس جمعيه تاع اللي يزوج بها الشباب، وكنت حضرت له شحال من مره. كم بالحكم تاعي انت تعرف بلي عندي علاقات كثيره مع الفنانين، كانت في كل مره نتلاقى مع الفنانه تاعنا نعيمه عبابسه، معجبه بزاف 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 بك، حتى وصلت انها تقول لي لو كان يقبل يتزوج بيا نحبس الغنى. شيخ واش رايك في هذا الكلام؟ هل يعني واش تقدر تجاوب الفنانه تاعنا نعيمه عبابسه على هذا السؤال تاعها اللي في كل مره كانت تلح عليه وتقولي له كان يقبل شيخ شمس الدين يتزوج بيا نحبس الغناء ونقعد في الدار. بالنسبه للعرض تاع نعيمه عبابسه، انا متزوج والحمد لله وسعيد في حياتي ولا ابحث على زوجه. والحمد لله، والحمد لله ربي انعم علي بما عندي، فندعي لها ربي يجيب لها انسان صالح يصونها. واما واش نحبيت ننصحها اذا تسمعني، هي تقول انا لو كان ربي يرزقني بالزوج هذا لاني حباته مثلا نتوقف عن الغناء ونقعد في البيت. انت يا طيعي يا ربي قبل ما يجيك الزوج، لان تولي تسمى توبه لاجل الزوج. اذا انت قادره تتوقفي على هذا، على ما انت فيه، توقفي ما تسنيش حتى يجيك الزوج. فهمتيني ولا فهمتينيش؟ طيب الفنان برأيك انه كم من فنانة يعني تفكر بهذا التفكير؟ والله يعني تتمنى رجل دين بالرغم من انه ان شاء الله ربي يجيب لها انسان صالح يصونها ويحميها ويسترها وتذهب معه الى الحج. انا اظن اني حجت معي والله اعلم. هي وقاسيتي تعرفك من قبل يعني تعرف؟ نعم حجينا كيف، انا حجيت مع الطائره التي ارسلها رئيس الجمهوريه. انا كنت بدراهمي الخاصين، ما بعثنيش رئيس الجمهوريه، ولكن التقيت بهم في الطائره وحجوا معايا. هي لالا عيني قاسيتي زيوزو رحمه الله، ف طبعا جعفري قام من حج معايا تاني. من قامات الفن الجزائري نوجه لهم كامل تحيه بشكل خاص. ان شاء الله ربي يجيب لها نصيب ان شاء الله. اللهم امين. بس انا حبيت نقول حاجه للامانه للتاريخ فضل. فقط الناس لا تعرفها. منذ سنوات علمت هذه المغنيه بان عندي ازمه سكن. فالناس لا تعلم انها عارضت علي الفيلا تاعها الموجوده في بوهاون، فيلا تسوى الملايير، ولكنني انا رفضت. يعني قلت لها الله يكثر خيرك، ولكن انا رفضت والحمد لله سياتيني رزقي من عند الله. ولكن هذا موقف يعني الناس لا تعلم هذا. هذه محبه ايضا. هذا موقف. هذه هذا محبه موقف منها يعني ايضا. انا فهمت اللي عرضت علي هذا لوجه الله، فلكنني رفضت وقلت الله يكثر خيرك ولا انسى هذا الموقف. يعني تصور هذه ايضا تعني محبه شيخ شمس الدين. والله لا ادري، انا فهمتها بلي هي تقصد به نعم. وجه الله نعم. فانا اشكرها والله يجازيها ويعطيها من كل خير. نعم اكيد نوجه لها تحيه لي الفنانه نعيمه عبابسه.